أسعد الله مساكم بكل الخير. الثامنة مساء الساعة في أبوظبي، أهلا بكم إلى علوم الدار الثامنة مباشرة من مركز الأخبار. أبرز العناوين: محمد بن راشد يترأس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء في محمية الزوراء بإمارة عجمان، ويعتمد منصة متكاملة للاستثمار في القطاعات الحيوية. بمناسبة يوم التطوع العالمي، حمدان بن زايد يؤكد أن دولة الإمارات تشهد نموا مطردا في تعزيز مجالات العمل التطوعي. أهلا ومرحبا بكم من جديد إلى علوم الدار الثامنة. ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء عقد في محمية الزوراء الطبيعية في إمارة عجمان، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء عقد في محمية الزوراء الطبيعية في إمارة عجمان، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء إطلاق منصة وطنية متكاملة تمثل بوصلة للاستثمار في قطاعات حيوية كالتكنولوجيا المالية والسياحة والتصنيع والطاقة المتجددة وغيرها، حيث تعمل المنصة التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد على إبراز الفرص في كافة هذه القطاعات للمستثمرين من كل الفئات. كما قال سموه: واعتمدنا اليوم اللائحة الوطنية للبناء في الدولة والتي تشمل معايير الاستدامة للطرق والمباني والمساكن وغيرها، الهدف خفض استخدام الموارد الطبيعية والبصمة الكربونية وتعزيز معايير الاستدامة البيئية للبناء في دولة الإمارات. وأضاف سموه: واعتمدنا اليوم قراراً لرفع كفاءة وجاهزية المنافذ الحدودية والمناطق الحرة وتعزيز الإمكانيات وتوحيد الإجراءات والاشتراطات بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية الأمنية في هذا المجال. كما وافق المجلس على إصدار عدد من التشريعات الحكومية ومنها قرار بشأن المنافذ والمناطق الحرة بالدولة، وتعديل اللائحة التنفيذية بشأن خدمات المعلومات الائتمانية، وتعديل قرار مجلس الوزراء بشأن خدمات وزارة الاقتصاد المتعلقة بمدققي الحسابات، وإصدار قرار بشأن تحديث خدمات الإعلانات القضائية التي تتم من خلال الشركات والمؤسسات الخاصة ضمن خدمات وزارة العدل. كما وافق المجلس على إصدار قرار بشأن إعادة تنظيم تقديم خدمات التدريب والتطوير المقدمة من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. وخلال ترأس سموه اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء عقد في محمية الزوراء الطبيعية في إمارة عجمان، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الدورة الثالثة لحملة أجمل شتاء في العالم. بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله خلال ترأس سموه اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء عقد في محمية الزوراء الطبيعية في إمارة عجمان الدورة الثالثة لحملة أجمل شتاء في العالم. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن السياحة مقوم رئيسي من مقومات المنظومة الاقتصادية الشاملة ومساحة ممتدة للشراكات المثمرة بين مؤسساتنا الوطنية الاتحادية والمحلية، وازدهارها يمثل ثمرة التعاون البناء بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقال سموه: ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء في محمية الزوراء في إمارة عجمان، أطلقنا خلاله الموسم الجديد من حملة السياحية الوطنية الداخلية أجمل شتاء في العالم. عجمان الرمال البيضاء والحصن الأحمر وجبال مصفوت ووديان المنامة هي محطة انطلاق الحملة هذا العام. كما قال سموه: عجمان دار الأمان، شهدت نقلة سياحية واقتصادية وعمرانية بإشراف أخي حميد بن راشد حفظه الله، وبعمل ميداني جاد من الشيخ عمار بن حميد وأخوانه، قيادات إماراتية شابة نفاخر بهم، وحكمة في الحكم للشيخ حميد تقودهم لكل خير في خدمة البلاد والعباد. وأضاف سموه: حملة أجمل شتاء في العالم حققت زيادة في السياحة الداخلية بنسبة 36% في عام 2021 لتصل إلى 1,300,000 سائح داخلي. هدفنا إبراز جمال الإمارات وقراها ووديانها وجبالها وروعة برها وبحرها، وهم من ذلك قيم أهلها. وشعار هذا العام هو: موروثنا لنشر قيم أجمل شعب. تستهدف حملة أجمل شتاء في العالم في دورتها الأحدث تعزيز تنوع الاقتصاد الوطني ودعم المنظومة السياحية وتوفير تجربة مميزة للزوار مبنية على التنوع السياحي، حيث حققت الحملة في دورتها الثانية نتائج مميزة تمثلت في تحقيق 1,500,000,000 درهم كعوائد خلال شهر واحد فقط، فيما ارتفع عدد السواح المحليين لأكثر من 1,300,000 سائح بزيادة بلغت 36% مقارنة بالنسخة الأولى للحملة، وحققت زيادة بنسبة 50% في عدد نزلاء المنشآت الفندقية. وبمناسبة انعقاد اجتماع مجلس الوزراء اليوم في محمية الزوراء بإمارة عجمان، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتبادل سموهما خلال اللقاء الأحاديث الأخوية حول عدد من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين. حضر اللقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك النهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ والوزراء. بمناسبة يوم التطوع العالمي الذي يصادف 5 ديسمبر، أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد دال نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن دولة الإمارات تشهد نموا مطردا في تعزيز مجالات العمل التطوعي بفضل توجيهات ومبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد دال نهيان رئيس الدولة حفظه الله. بمناسبة يوم التطوع العالمي الذي يصادف 5 ديسمبر،
أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الضفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أكد أن المتطوعين هم سفراء الإمارات لتعزيز قيم التسامح والسعادة والإيجابية حول العالم من خلال ما يقدمونه من خدمات جليلة للبشرية، وعبر تحركاتهم على الساحة الإنسانية الدولية لمساعدة المحتاجين وإقالة عثرة المنكوبين ضحايا الكوارث والأزمات. وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في تصريح بمناسبة يوم التطوع العالمي الذي يصادف 5 ديسمبر إن السياسة الحكيمة والرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة حفزت الشباب على ارتياد الأعمال التطوعية بمبادرات ذاتية من الشباب أنفسهم الذين وجدوا في قادتهم وآبائهم القدوة الحسنة وساروا على نهجهم وأثروا تجربة الدولة في هذا المجال الحيوي، وكانوا ولا يزالون العنوان الأبرز للإمارات في ساحات العطاء الإنساني. وأكد سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر على أن الدعم الذي يجده الشباب من القيادة الرشيدة أهلهم لتحمل مسؤولياتهم تجاه وطنهم والإنسانية جمعاء، واصفاً سموه شباب الإمارات بأنهم سباقون لخدمة وطنهم وأكثر استجابة لتداعيات الأوضاع الإنسانية من حولنا ومصدر فخر واعتزاز للدولة وقيادتها الرشيدة، وهم بلا شك في طليعة مجتمع الإمارات المعطاء. وقال سموه إن ثقة القيادة في شبابنا لم تأتي من فراغ، بل جاءت تعبيراً عن إيمانها بدور الشباب في تحقيق التنمية البشرية والإنسانية من خلال تضافر جهود المتطوعين والعمل سوياً من أجل إحداث التغيير المطلوب في مجالات العمل الإنساني التي تواجه تحديات كبيرة نتيجة لشدة الأزمات والكوارث الطبيعية. علوم الدار الثامنة مستمرة من مركز الأخبار، بعد الفاصل تتابعون. حوار أبو ظبي للفضاء الأول من نوعه عالميا ينطلق غدا بمشاركة 47 دولة. دائرة العنف وتواصل معنا على 800-7283. حمل التطبيق الآن وكن باعثا للأمل. Why are more and more businesses choosing Abu Dhabi Global Market as their home? Is it the high business standards the city offers? Or because it's the true financial powerhouse of the UAE? Offering stability, scoring first, and mastering the art of finance for generations, ADGM sits in the heart of the Abu Dhabi economic vision, investing in sandbox environments and a modern infrastructure for digital banking. Step through the gateway into the future. Enjoy a business-friendly culture within a globally connected strategic location. Get on board a fast-moving economy powered by the leading financial center in the UAE's capital. Abu Dhabi Global Market, your business capital. على مر السنين عقولنا وحدنا وابتكرنا وفي كل شيء ابدعنا. التاريخ كتبنا، الحدود عبرنا، وللفضاء وصلنا، والطاقة من الشمس استمديناها. مثل ما قدرنا نغير حياتنا للأفضل، أنا، أنت، كلنا قادرين نغير المستقبل. من 71 إلينا الحين نحن مكملين، وبعد 50 بعد 50. ترى كيف ممكن تتحول هذه الفكرة لمشروع حقيقي؟ ومن وين لازم أبدأ؟ الأفكار كثيرة لكن المخترعين عددهم قليل، والسبب أن أي فكرة بحاجة للكثير من التطوير والدعم حتى تتحول إلى اختراع واقعي وبالتالي لمشروع حقيقي يستفاد منه. وهذا السبب خلف إنشاء مركز خليفة للابتكار ليكون حاضنة أعمال مختصة في التكنولوجيا، والتي تسعى في دعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة في شتى مجالات التكنولوجيا منها الروبوتات، الذكاء الصناعي وغيرها.
بالرغم من مرور وقت قصير على إنشاء المركز، إلا أنه قدم الكثير من الدعم لأصحاب المشاريع الناشئة عن طريق البرامج والمعسكرات التدريبية، الدعم المالي، الاستشارات، وربطهم بالشركات للبحث عن فرص النمو والاستثمار. ومن أسباب نجاحنا تعاون كل من صندوق خليفة، توازن مبادلة، جامعة خليفة، وصندوق الوطن لتحويل الأفكار الابتكارية لأرض الواقع. دائرة العنف وتواصل معنا. اتصل بمركز إيواء على 800-7283. حمل التطبيق الآن وكن باعثا للأمل. دائرة العنف وتواصل معنا على 800-7283. مرحبا بمن انضم إلى علوم الدار الثامنة مباشرة من مركز الأخبار. اتخذت دولة الإمارات منذ مرحلة التأسيس من الاستدامة في كافة القطاعات منهجا راسخا لمسارات التنمية الشاملة، الأمل الذي ينسجم مع مبادئ 50 ومئوية الإمارات 2071 وكافة الاستراتيجيات التنموية لدولة الإمارات. تتجاوز جهود دولة الإمارات في الحفاظ على استدامة البيئة ومواجهة التحديات الناتجة عن التغير المناخي الأرض لتعانق الفضاء من خلال مشاريع إماراتية فضائية تنتج كمية كبيرة من البيانات التي ترصد حجم التغيرات التي تدخل على البيئة من أجل المساعدة في وقف الهدر البيئي. ويناقش حوار أبو ظبي للفضاء الذي ينطلق يومي 5 و6 من ديسمبر المقبل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قضايا الاستدامة التي تعتبر محوراً رئيسياً في الحدث العالمي الذي سيركز على دور قطاع الفضاء في تقديم حلول للتحديات التي يشكلها تغير المناخ. وتمتلك الإمارات عدداً من المشاريع الفضائية المتخصصة في رصد المستجدات التي تطرأ على الأرض، الأمر الذي وضعها في مرتبة متقدمة بين الدول التي تمتلك مشاريع توفر بيانات ترصد التغير المناخي، والتي تعتبر أحد أهم التحديات التي تواجه العالم في الوقت المعاصر. وتؤكد هذه المشاريع أن دولة الإمارات تدرك جيداً أن استدامة الأنشطة الفضائية في المستقبل شرط رئيسي لتحقيق أقصى فائدة من تكنولوجيا الفضاء، خاصة من جهة رصد التغيرات التي قد تطرأ على الأرض من أجل المساهمة في الحد من المشاكل الناتجة عن التغير المناخي في العالم، الأمر الذي يصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعتبر أحد مرتكزات مئوية الإمارات.
حان وقت السياسة، نتابع في علوم العالم بعد الفاصل. بعد تظاهرات احتجاجية، مدن صينية تبدأ تخفيف القيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19. أوقف دائرة العنف وتواصل معنا على 800-7283. حمل التطبيق الآن وكن باعثاً للأمن. على مر السنين عقولنا وحدنا وابتكرنا، وفي كل شيء أبدعنا. التاريخ كتبنا، الحدود عبرنا، وللفضاء وصلنا، والطاقة من الشمس استمديناها. مثل ما قدرنا نغير حياتنا للأفضل، أنا، أنت، كلنا قادرين نغير المستقبل. من 71 إلينا الحين نحن مكملين، وبعد 50 بعد 50. لتجربة لا تنسى. عجزوا عن تحريك أحلامهم، فقدوا سندهم، مات من يعيلهم. عجزوا عن تطبيب جراحهم، أعجزتهم لقمة العيش وباتوا بلا طعام. طورنا تطبيق الهلال الأحمر الإماراتي حتى تصل مساعداتكم إليهم بسهولة. أعن مريضاً أنهكته الأسقام بفرص علاجية تعيد له عافيته. أعد البسمة إليهم وساهم في تحريك عالمهم، وكن نافذة الأمل. ساعد طفلاً يتيماً ليحقق أهدافه ويلامس أحلامه. كن عوناً لهم بمساعدتهم في إسكات جوعهم. حمل التطبيق الآن وكن باعثاً للأمل. حمل التطبيق الآن وكن باعثاً للأمل. دائرة العنف وتواصل معنا على 800-7283. أينما كنتم أهلا بكم إلى علوم الدار الثامنة وعلوم العالم. قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم إن روسيا لن تصدر النفط الخاضع لسقف سعري فرضه الغرب حتى لو اضطرت لموسكو لخفض إنتاجها من الخام. وقال نوفاك إن موسكو تعمل على وضع آليات لحظر استخدام سقف سعري بصرف النظر عن المستوى المحدد، لأن مثل هذا التدخل يمكن أن يزيد من زعزعة استقرار السوق بحسب قوله. وأضاف أن روسيا لن تعمل في ظل فرض حد أقصى للسعر حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج. يأتي ذلك ردا على اتفاق أوروبي على وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرا.
قالت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هينز أمس إن المخابرات تتوقع استمرار تباطؤ وتيرة القتال في أوكرانيا في الأشهر القليلة المقبلة. وأضافت هينز في منتدى ريجان السنوي للدفاع الوطني في كاليفورنيا إن كلا من الجيشين الأوكراني والروسي يتطلعان لمحاولة إعادة التجهيز وإعادة الإمدادات للاستعداد لهجمات مضادة بعد الشتاء. كما وصفت المسؤولة الأمريكية تأثير الهجمات الروسية على شبكة الكهرباء الأوكرانية والبنية التحتية المدنية الأخرى في محاولة لتقويض إرادة الأوكرانيين في المقاومة على حد قولها. في الشأن الإيراني، قال مسؤول بوزارة الداخلية الإيرانية أمس إن أعمال الشغب المستمرة منذ شهرين خلفت خسائر بقيمة بلغت أكثر من 40 مليون دولار. وأشار المسؤول الإيراني إلى أن هذا الضرر يشمل الخسائر التي لحقت بالمباني الحكومية والأماكن العامة بالإضافة إلى الممتلكات الخاصة. وكان مجلس الأمن الإيراني شاك قد قال في بيان أمس إن 200 شخص فقدوا أرواحهم خلال ما وصفه بأعمال الشغب الأخيرة في البلاد. إلى ذلك، أعلن المدعي العام الإيراني إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة، قائلا إن شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء وألغاها من أنشأها. أعلنت مزيد من المدن الصينية من بينها أورومتشي في أقصى الغرب تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا اليوم، إذ تحاول الصين جعل سياسة صفر كوفيد أكثر دقة في استهداف بؤر التفشي. كما خفضت مدينة شنغهاي بعض القيود لتنضم بذلك إلى عدد من المدن الصينية في الوقت الذي توسع فيه السلطات التحول نحو إعادة فتح الاقتصاد عقب خروج الآلاف من المتظاهرين الشوارع للإعراب عن غضبهم إزاء سياسات مكافحة فيروس كورونا. تذكير بأبرز العناوين قبل الختام. محمد بن راشد يترأس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء في محمية الزوراء بإمارة عجمان، ويعتمد منصة متكاملة للاستثمار في القطاعات الحيوية. وبمناسبة يوم التطوع العالمي، حمدان بن زايد يؤكد أن دولة الإمارات تشهد نموا مضطردا في تعزيز مجالات العمل التطوعي. ألقاكم في 9 مساء بتوقيت أبوظبي وعلوم الدار 9. إلى اللقاء.